الانسداد السياسي يضع العملية السياسية على المحك، والمعطيات تؤكد أن لا حكومة دون توافق سياسي. بحضور 270 نائبا، مجلس النواب يعقد جلسته لإنهاء القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بعد مخاض عسير يصعب فيه الخروج من بودقة الخلافات، العملية السياسية تشهد انسداد غير مسبوق على مستوى التفاهمات، فلا وساطات تذكر ولا رسائل إيجابية تتبادلها الأطراف المتنازعة. هنا يرى المتابعون للشأن السياسي بأن مسار العملية السياسية على هذا النحو خلفه مبدأ الذهاب للأغلبية السياسية، واللي على ما يبدو أن تفسيرها بات مختلف في معجم السياسة ليكون لمفهوم الأغلبية الأثر السلبي على سير عجلة التقدم اللي كان يراد منها الخروج من تخندقات الخلافات الأطراف والقوى السياسية، والضريبة تقع على عاتق الجماهير اللي تنتظر الهدف المنشود من وراء العملية الانتخابية اللي قاربت على الدخول في شهرها الثامن لكن دون جدوى. بالجانب الآخر من الحصاد، فإن الحديث فيه يدور عن الوجه الآخر للمناكفات والصراعات السياسية، لكن هاي المرة فإن حلبة الصراع في زاوية أخرى عند ملعب البرلمان اللي يفاجئ الشارع العراقي بتخطي الأسس القانونية المنصوص عليها في الدستور بعد تجاوز قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليطرح هذا القانون مجددا داخل أروقة البرلمان بحضور 270 نائب كانوا قد حضروا القراءة الأولى لهذا المشروع اللي لا شك بأنه راح يخلف عبء مالي كبير على الفرد العراقي ويزيد من حالة التدهور الاقتصادي اللي تعاني الكثير من العوائل العراقية وبنسب كبيرة جدا. إذا المشاهدين في حصادنا لهذا اليوم راح نركز على هذين الملفين المهمين وندرس تداعياتهم ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا من بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. عملية سياسية عرجاء مثل ما يصفها المتابعون للشأن السياسي بعد التمسك بحكومة الأغلبية من قبل التحالف الثلاثي اللي تشظت فيه الأطراف لكن دون أن تذهب لخيار التوافقية، لذا فإن الأصوات تتعالى للوصول لسدة الحكم حتى تبقى كل السيناريوهات مطروحة بالمشهد المقبل في ظل الخلاف السياسي اللي جعل من الأزمة أمر معقد للغاية. خلونا مشاهدينا الأحبة نفتح هذا الموضوع من أولى ملفات الحصاد ونناقش تطوراته، ولكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمالي. الأغلبية والانسداد السياسي قدمان لعملية سياسية عرجاء كما وصفها متابعون، فعلى خلفية الدعوات لحكومة الأغلبية وتمسك أصحاب هذا المشروع بما يؤمنون به دون تنازل أو توافق، اليوم بات التشبث بالرأي عائقاً أمام المضي بتشكيل الحكومة بحسب ما تناقله الشارع العراقي الذي كان يأمل بانفراجة قريبة، إلا أن الفواعل السياسية المتعصبة جاءت ضربة قصمت ظهر العملية السياسية. أي طرف حتى وإن لم يكن التحالف الثلاثي، حتى وإن كان الإطار يمضي بتشكيل حكومة والإقصاء الآخر دون أن يمضي الطرف الآخر بتشكيل الحكومة لا تكون حكومة قوية، بالتالي تكون حكومة عرجاء ولا تمضي لفترة طويلة. الاستقرار السياسي هو يؤمن استمرار الحكومة وبقائها مدة 4 سنوات، لذلك نحتاج قبل تشكيل الحكومة أن يكون هنالك استقرار سياسي وتوافق سياسي، ومن ثم نمضي بتشكيل حكومة قوية يؤمن لها الاستقرار والتوازن السياسي. إذ تتعالى أصوات المتنازعين للوصول إلى سدة الحكم وما زال الانقسام هو سيد الموقف، مما زاد حجم التضاد بين أقطاب العملية السياسية، وكل يدور في فلك التمسك بموقف لا يراد منه التقارب، وبالتالي الانشقاق السياسي يعرقل سير العملية السياسية
خلافا ما خطط لها بعد 7 أشهر من الصراع السياسي المرير. هذا ما يطرح باسم مشروع الأغلبية هو ليست أغلبية بقدر ما هو ربما هو حكومة توافقية بين هذه الأطراف والمشكلة التحالف الثلاثي، وبالتالي ربما قد تؤدي إلى عرقلة تشكيل الحكومة، خاصة تعنت لحد الآن نلاحظ هناك عملية تعنت وتصلف في مواقف التحالف الثلاثي ربما قد ينعكس سلبا على مدة تشكيل الحكومة المقبلة. فباب السيناريوهات لا يزال مفتوحا على مصراعيه، إذ يبقى مشهد الاختلاف مستمرا ولم يسفر عن مخرجات واضحة ما دام الانقسام سيد الموقف، وبالتالي ما يراه المراقبون أن لا حكومة دون الخضوع للتنازلات أو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين استاذ جمال الاسدي الخبير القانوني. حياك الله استاذ جمال، ضيفين كريمين، حياكم الله مجددا. الله يحييك. اهلا بك. وكذلك ارحب بالاستاذ احمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انضم معي عبر سكايب من السليمانيه. حياك الله سيد احمد. ابدا من حضرتك استاذ جمال، يعني حسب وجهه نظرك الى اي مدى اثر التزمت بمفهوم الاغلبيه السياسيه على العمليه السياسيه، خصوصا وانه بعد ما شهدته من انسداد كبير، تحالف ثلاثي لا يريد التفاوض ولا جلوس الى طاوله الحوار، اطار تنسيقي يرى بان لا عمليه سياسيه دون دخول التيار الصدري على الخط، بالتالي هذا التزمت بالمواقف الى اين سيفضي بالعمليه السياسيه؟ أنا هو حقيقة من ناحية دستورية خليني نشرح الموضوع. إحنا لغاية اللحظة، لغاية اليوم، هي ماكو أغلبية بالبرلمان معلنة. إحنا بالبرلمان عندنا 3 مراحل للأغلبية. المرحلة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس النواب والنائب الأول والنائب الثاني، وهذا تم. المرحلة الثانية اللي هي انتخاب رئيس الجمهورية، هنا توقفت العجلة قبل الانتقال للمرحلة الثالثة التي تعلن فيها الأغلبية التي يجب أن ترشح رئيس مجلس الوزراء وكابينة الوزارية. لذلك كل حديث عن هناك وجود أغلبية يعني هي الأقوى هي الأكبر هو أغلبية كلامية أكثر مما هي أغلبية فعلية. اعتقادي أنه استمرار هذا الانسداد هو مو في مصلحة القوى السياسية قبل أن تكون في مصلحة الناس والشعب والمواطنين. هذا يعني يثبت انه هذا الانغلاق، هذا الانسداد معناها انه هناك انقسام كبير بالمجتمع انعكس على القوى السياسيه. بمعنى انه راح ننتظر قرار محكمه اتحاديه يفسر ان مبدا الاغلبيه شلون يكون مثل ما اعتاد، يعني في كل دوره برلمانيه يكون هنالك تفسير للماده 76 وغيرها من المواد. لا، المحكمه الاتحاديه فسرت الاغلبيه التي تقدم لرئيس الجمهوريه، وهي اما الكتله الفائزه أو الكتل المتحالفة الفائزة التي تقدم بعد أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية. سابقا كان عندنا تعريف أنه يقدم في الجلسة الأولى. المحكمة الاتحادية تقريبا عدلت على هذا التوصيف أو هذا السياق الدستوري، وذهبت إلى مسألة أنه عند انتخاب رئيس الجمهورية. هنا حقيقة احنا راح نتوقف على نقطة، أنه محتمل نصل في مرحلة أنه للمحكمة الاتحادية تذهب إلى اتجاه حل البرلمان، ليس حل بالوضع الدستوري وإنما إيجاد وضع دستوري آخر أو عرف دستوري آخر يعالج هذا الانسداد حتى لا يبقى مستمرا إلى ما لا نهاية. يعني مثلا احنا هذا البرلمان اللي تم التصويت عليه هو برلمان يعني تم انتخابه بعد حل البرلمان السابق لنفسه.
وأنه إذا نحسب الوضع الوقت الانتخابي للبرلمان السابق كان مفترض أن تجري الانتخابات في شهر السابع القادم، شهر السابع، لأنه هو كان انتخابات السابقة يعني السابقة يوم 15/5/2018 قبلها 60 يوم يعني شهر الخامس، أي من الجلسة الأولى، مو من الجلسة الأولى عقدت في يوم شهر التاسع، فتقريبا بشهر السابع هو الزمن اللي كان يفترض أنه الدورة. الدستور حقيقة ما وضح أنه هذا البرلمان من ينحل، هل البرلمان اللي يتم انتخابه بالحل أو الانتخابات المبكرة مثل ما يصير بالدارج بالإعلام، أنه هل يكمل هذه الدورة الانتخابية أم يكون دورة انتخابية جديدة؟ قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات وصف أنه هذا البرلمان هو الدورة السادسة، يعني كأنما أعطاه دورة كاملة واعتبر أنه هذا الدورة. بالفقه الدستوري احنا عندنا تقريبا عندنا 84 او 85 نظام برلماني بالعالم، بحدود 16 او 17 نظام برلماني معالج هذا الموضوع ويقول انه حل البرلمان اللي ياتي بالانتخابات المبكره يكون يكمل عمل البرلمان السابق. لذلك من الممكن جدا انه سنجد انه في بعض يعني بعض النواب او انه احد اللي يقدم من القوه انه يذهب للمحكمه الاتحاديه ويقدم اعتراضه وطعن بان هذا البرلمان هو برلمان يكمل الدوره السابقه وليس برلمان يعمل الى 4 سنوات، وممكن انه نجد انه عرف دستوري. اضافه الى هذه الامور، المحكمه الاتحاديه في تفسير موضوع رئيس الجمهوريه وانتخاب رئيس الجمهوريه كان في قرارها بحدود فقرة أو فقرتين شارت أنه من واجب البرلمان هو انتخاب المؤسسات الدستورية، وإلا أن هذا الانتخاب إلا عدم القيام البرلمان في هذه الواجبات سيكون خللا في أداء واجباته. هسه واقعا المحكمة الاتحادية ما دخلت بالتفاصيل، لكن هذا الجزئية حددت الخلل، طبعا حددت طيب. أنه هناك إذا خلل. سمحنا نتوقف عند هذه النقطة اللي حددت حضرتك أستاذ جمال، وأجد ترحاب بالأستاذ أحمد الهركي. أستاذ أحمد، لما نتحدث ويتحدث ضيف الكريم أستاذ جمال أسدي عن هذه الموضوع، بالتالي نجد أن قضية يعني اختيار رئيس الجمهورية هل هي التي عطلت تشكيل الحكومة أم أن تشكيل الحكومة وعدم التوافق عليها وعدم التوافق على الكتلة الأكبر هو الذي عطل تمرير موضوع رئاسة الجمهورية؟ تحية لحضرتك المشاهدين الكرام والضيف الكريم. لو تحدثنا بصراحة، أنا برأيي أكو تداخل موجود بين جزئية رئيس الجمهورية وجزئية رئيس الوزراء. لا نستطيع أن نقول أن سبب انسداد العملية السياسية الحالية في العراق هو بسبب معضلة رئيس الجمهورية، يعني هذا الكلام أعتقد غير منطقي. برأيي هناك تداخل في الموضوع، يعني مثلا إذا كان هناك حل لموضوع تسمية الكتلة الأكبر، يعني هذا كان سيساعد ويخلق أجواء إيجابية في تسمية رئيس الجمهورية. يعني وحضرتك عندك مثال عام 2018 الكرد ذهبوا إلى الفضاء الوطني حين كانت الدكتور برهان صالح والسيد فؤاد حسين هم مرشحين، يعني الكرد لم يستطيعوا أن يحسموا مرشحيهم. الفضاء الوطني حسم الموضوع، وكان الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه هو الفائز. لذلك انا برايي هذا يعني التداخل موجود، وحاليا يعني اي حل لمعضله رئاسه الجمهوريه تخلق اجواء ايجابيه تؤثر على موضوع رئاسه الوزراء والعكس صحيح. لذلك يعني اجابتي يعني بخصوص هذا السؤال سيدي هي هذه النقطه، يعني هناك تداخل بين جزئيه رئيس الجمهوريه ورئاسه الوزراء. طيب، يعني حضرتك رجعتنا بالذاكرة إلى الدورات السابقة، وخلينا نرجع إلى ما قبل هذه الدورة الانتخابية مثل ما تفضل جنابك، راح نجد أن الأساس اللي بنيت عليه الأغلبية الوطنية أو الكتلة الأكبر عددا تتماشى مع ما يذهب باتجاه الإطار الشيعي. إذن شنو مبررات الاعتراض لطالما أن هنالك من شكل حكومة توافقية من خلال جمع القوى والأطراف السياسية تحت مظلة واحدة؟ يعني بالفعل حضرتك تتذكر يعني في 2018 كان موضوع الكتلتين يعني صحيح الإصلاح والبناء، وتم في ضوء اختيار الجمهورية ثم تم تسمية الدكتور عادل عبد المهدي يعني بتشكيل الحكومة. وهذه المرة يعني أنا برأيي أرى أن هناك يعني محاولة لشيء اسمه الأغلبية الوطنية. أنا برأيي يعني ليس بالضرورة أن كل النماذج السياسية للدول الأخرى تناسب النموذج العراقي، كان هناك نوع من حالة حرب المراحل الموجودة. لذلك ونحن يعني على الرغم يعني مثلا من عدم قدرة الأخوة في التحالف الثلاثي أو الأخوة في التيار الصدري من تمرير المشروع، ولكن لا زالوا مصرون على
يعني يعني تارة بالتلويع بالذهاب للمعارضة، تارة بالتلويع بتحريك الشارع. أنا برأيي لو فكرنا عراقيا نحن لدينا الكثير من المشتركات، العودة إلى الفضاء الوطني هو الحل الأمثل. وفي نفس يعني لو تحدثنا بصراحة، أنا برأيي أن وحدة البيت الشيعي قسمة الكتل الأكبر شيعيا هو الحل الأمثل للمرحلة الحالية. يعني طيب، نبحث عن حكومة قوية، فعلينا هذه الحكومة لديها تحالفات قوية. طيب، لذلك يعني في عام 2018 كان هناك يعني حتى يعني أنا دائما أكرر هذه المقولة، يعني التوافقية بحد ذاتها يعني ربما أعتبرها نموذج مناسب للعالم، المشكلة هي في التطبيق، يعني التطبيق يعني تطبيق التوافقية. يعني أنا برأيي المرحلة الحالية لو يكون هناك نوع من تحمل المسؤولية وأن تكون هناك توافقية بشروط وطنية، نوع من الميثاق الوطني، أن يكون هناك محاسبة الطرف الذي يشارك بالحكومة، أن يكون له يشارك ولديه تمثيل حكومي، في نفس الوقت أن تكون هناك تفعيل آليات مثل مكافحة الفساد، مثلا إذا وزير أو مدير عام أو وكيل وزير أو مستشار تابع لجهة سياسية معينة، كل القوى المشاركة في الحكومة عليها أن يكون هناك ضمانات بمحاسبة العضو الموجود لها الذي أخطأ في ملف معين. لذلك الديمقراطية التوافقية بحد ذاتها ليست مشكلة، المشكلة هي في 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 تطبيق التوافقية. وأيضا في هذه المرحلة يعني في عام 2018 كان السيد الدكتور عادل عبد المهدي بدون غطاء سياسي، يعني نعم تم تسميته بموضوع عندما تم اتفاق كتلتي الإصلاح والبناء على اختيار رئيسا للوزراء، ولكن في أول اختبار تم يعني تم تركه وحيدا. أنا برأيي المشكلة كانت هنا، ولكن لو كان هناك يعني مثلا يعني في المرحلة الحالية أنا برأيي أن يكون هناك رئيس وزراء مختار من البيت الشيعي أو المكون الشيعي الأكبر، ولكن يكون هذا الرئيس الوزراء يحظى بدعم برلماني، لأن بدون دعم برلماني لن يستطيع رئيس الوزراء أن يحقق شيء. يعني أستاذ جمال، يطرح السيد الهرك عدة مفاهيم ومن ضمنها أنه مفهوم الفضاء الوطني، وهنا يذهب إلى تحقيق التوافقية، ولكن الفضاء الوطني مو بحد ذاته أنه أيضا يدل أو يشير إلى مبدأ الأغلبية في هذه النقطة. ونقطة أخرى من ناحية دستورية، هل نص الدستور أو بيّن إذا شكل الحكومة عندما تكون حكومة أغلبية كما يطالب بها التحالف الثلاثي؟ يعني حقيقة بالمفاهيم العلوم السياسية، أنت من تقول الأغلبية الوطنية يعني تعني أنه هي الأغلبية المشاركة فيها القوى الوطنية بالعراق، ما تعني أنه هي مشاركة أجزاء معينة وهي تسمي نفسها أغلبية وطنية. نعم، نقول الأغلبية السياسية أيضا أغلبية قوى سياسية مجتمعة حاصلة أو قادرة على الوصول إلى الحد القانوني من التصويت. نعم، وبما أن الدستور العراقي وضع أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، إذا لا يمكن أن العجلة أن تدور بدون أغلبية الثلثين، فأي كلام يتحدث عن وجود أغلبية أقل من الثلثين هو كلام حقيقة بعيد عن الواقع السياسي العراقي، على الأقل في الدستور العراقي. أما من يفترض أن يتحدث في مسألة الأغلبية الوطنية، يفترض أن يتحدث أغلبية التي تكون أكثر من 220 نائب حتى تكون هذه الأغلبية الوطنية أو الأغلبية السياسية وفقا للدستور العراقي، وفقا للنصوص، يعني مو وفقا للرغبات الشخصية. الأخ تحدث كلام دقيق، أن الآن هل القوى الكردية هي أساس الانسداد أم القوى الأخرى؟ واقعا القوى الكردية ليست هي أساس الانسداد، لأنه دائما هم كان هناك تدافعات موجودة بين الاتحاد الوطني والبارتي في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية ومسألة التدافعات ما بيناتهم، لكن دائما القوى الشيعية كانت هي من تدفع القوى الكردية للتوحد والذهاب بمرشح باعتبار حتى يحفظون الحقوق اللي موجودة لكردستان وشعب كردستان. ما معناها أنه أصلا المشكلة موجودة هي في القوى الشيعية وانطلقت من عندها للقوى الأخرى. القوى الأخرى ممكن أنه هي حفزت على وجود الانقسام بالقوى الشيعية، وهذا ما موجود ده شاهده، أنه بعض القوى يعني تمسكت بمواقفها ولم تغيرها بالرغم من هذا الانسداد اللي هو أثر على كل القوى، سواء القوى السنية وجمهور القوى السنية، أيضا الجماهير القوى السنية انتخبت نوابها تريد من عندهم خدمات، تريد من عندهم عمل، تريد من عندهم أمور اللي يقدموها لها، تريد من عندهم البرلمان أن يكون فاعل حتى يجول. ليش انتخبنا يعني؟ ليش الناس انتخبت النواب؟ حتى تريد خدمات اللي في مصلحتها. لذلك الأساس الانسداد هو يبدأ من القوى الشيعية وينتقل إلى القوى الأخرى. في وقت اتفاق القوى الشيعية، القوى الأخرى راح تكون مضطرة إلى
الاندماج أو الذهاب خلف هذا الاتفاق والذهاب إلى نقاط التوافق المعينة. عموما حتى القوى الشيعية عمليا الاختلاف مالتها ما أشوف أنه هو اختلاف مبني على أمور جذرية محددة، لا، لأن هذا لو تشوف الاختلافات مثلا بالألفين وعشرة كان هناك خلاف سياسي كبير اضطروا في النهاية إلى الاتفاق والذهاب بشيء واحد أو باتجاه واحد. بالألفين وأربعتاعش كذلك، يعني إذا افترضنا أن قوة الشيعية المتمثلة بالتيار الصدري اللي هي تقريبا هسه يعني تملك تقريبا 48 أو 47 من القوة الشيعية في البرلمان أو أقل بقليل 45، والقوة الأخرى اللي قوة الإطار تحوي 52 أو 53% من القوة. من نروح نشوفه نلقيهم احنا دائما مثلا بال 2010 صار بيناتهم اتفاق ودخلوا بيناتهم تحالفات، وبال 2014 أيضا دخلوا تحالفات، بال 2018 دخلوا مع مختلف رغم أنه كانت اختلافات مسبقة وكبيرة بيناتهم. إذن نحن هنا أمام هذا الانسداد الذي سيوصلنا إلى نقطة إن استمر هذا الوضع حقيقة إحنا ليس لدينا أي شيء سوى أما الاستمرار بهذه حكومة تصريف الأمور اليومية أو الذهاب إلى حل البرلمان وانتخاب برلمان جديد. طبعا بالنتيجة هو هذا هروب للأمام وليس حل، أن الخلافات بعدها موجودة. قبل هذه الحلول التي يراد لها أن تنهي هذه الأزمة السياسية، خلينا نناقش قضية التوزيع الثقل السياسي. أستاذ أحمد الهركي، لما نتحدث عن الاتحاد الوطني الكردستاني على سبيل المثال، أين يجد نفسه حسب وجهة نظرك؟ البقاء مع الإطار التنسيقي والتواصل معه بهذا الشكل الفعال، أم أنه لربما تتبدل الأدوار ويذهب مع التحالف الثلاثي؟ الوضع الحالي للاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني جزء أساسي من العملية السياسية في العراق، حزب له ثقله في الساحة السياسية العراقية والكردستانية بل والأقليمية والدولية. سياسيا فيما قسم حاليا الاتحاد الوطني الكردستاني كان له اتفاق يعني تحالف والتقاء في وجهات النظر مع الأخوة في الإطار التنسيقي، شكلنا معنا صنف ضامن بالعملية السياسية بل وصلنا إلى ربما نصف الضامن، يعني تجاوزنا حتى موضوع الضامن. لذلك الاتحاد الوطني الكردستاني يعني ثوابته السياسية واضحة، وفي نفس الوقت ربما ما هو أفضل للاتحاد الوطني الكردستاني، يعني ربما أكون عندما قيادة الحزب تدرس سيناريوهات، أنا أعتقد السيناريو الأقرب لنا نحن نتمنى أن يكون البيت الشيعي موحد، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني يعول على مقبوليته الوطنية، يعول على العلاقات التاريخية مع الأخوة الشيعة التي تمتد يعني منذ أيام المعارضة العراقية وغيرها. لذلك لو تحدثنا كسيناريوهات الاتحاد الوطني الكردستاني، نعم لديه تفاهمات والتقاء بوجهات نظر مع أخوة في الإطار التنسيقي. نحن تعرضنا أيضا إلى منطقة الإقصاء والتهميش من قبل شريكنا الكردي الآخر، لذلك كانت هناك التقاء في يعني وجهات نظر سياسية عديدة. في نفس الوقت علاقتنا مع الأخوة في التيار الصدري جيدة جدا، يعني السيد برهم صالح وهو قيادي في الحزب ورئيس الجمهورية الحالي علاقته جيدة مع السيد مقتدى الصدر، ويعني وبذلك يعني نحن نعول العلاقات شيء والمواقف شيء آخر. طيب لو عكسنا هذا الموضوع أيضا على قضية الديمقراطي، موقفه يعني لا زال ثابتا وموقفه مبني مع التحالف الثلاثي، أم أنه لربما التحالف الثلاثي عندما يذهب التيار الصدري إلى خانة المعارضة خلال 30 يوم راح تبقى هذه المواقف ثابتة أم فيها متغيرات؟ هذا موضوع آخر سيد العزيز، هذا موضوع آخر، هذا يتعلق بتماسك التحالف الثلاثي. هل التحالف الثلاثي بنفس تماسك جلسة انتخاب السيد محمد الحلبوسي في 9 كانون الثاني الماضي؟ طيب. هذا موضوع آخر، هذا لا يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني فقط، لا، التحالف الثلاثي لم يعد كالسابق. المشروع الذي يدعون إليه الأغلبية الوطنية الذي هي أيضا شكل من أشكال التوافق، لأن قلت هذا الكلام عديدا، لا يمكن اختزال كل المكون الشيعي بطرف واحد وكل المكون الكردي بطرف واحد وكل المكون السني بطرف واحد أيضا، يعني موضوع اختزال المكونات العراقية الرئيسية بطرف سياسي واحد أنا أعتقد هذا يعني السيناريو غير مناسب للمرحلة الحالية، في نوع من حرق المراحل. يعني ربما أنا أقول لحضرتك عندما تكون المؤسسات السياسية العراقية تتطور، ربما دورات قادمة تكون التجربة الديمقراطية العراقية أكثر يعني رسوخا، التماسك الديمقراطي، ننتقل إلى مرحلة أفضل من التحول الديمقراطي في تلك الفترة، هذا ممكن. ولكن أنا أتحدث لك عن الوضع الحالي. لذلك يعني فيما يخص سؤال حضرتك، يعني فكرة التحالف الثلاثي لم يعد إمكانية تحقيقها يعني. طيب. على أرض الواقع بعد هذه المواقف الكردستانية بطرفيها، السيادة نفسها أستاذ العزيز حضرتك تشوف اليوم أكو تصدعات داخل تحالف السيادة، موضوع حتى اليوم إقالة محافظ صلاح الدين،
اخطاء نعم. مهمه من تحالف السياده، مثلا مشعان الجمهوري تم استبعاده من المحكمه الاتحاديه. الحزب الديمقراطي الكردستاني الان هناك اشارات ايجابيه يعني داخل بيت الكردي، ربما يعني كانت علاقتنا تمر بأسوأ حالاتها، يعني لذلك هناك نوع من مراجعه الحسابات، ربما كرديا سنشهد هناك نوع من اجتماعات نعول عليها ان تخلق صيغه مشتركه تخص البيت الكردي. لذلك التحالف الثلاثي لم يعد بنفس القوه. يعني تتوقع انه حتى الخلافات الكرديه راح يصير عليه توافق وفقا لهذه الخريطه السياسيه؟ سيدي العزيز، الحديث سابق لاوانه، ولكن اتحدث معك اللحظه اللي اتكلم مع حضرتك، هناك تهدئه اعلاميه موجوده بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني. هناك قنوات اتصال كانت مفقودة في الفترة السابقة الآن عادت من جديد، يعني هناك نوع من إعادة الحسابات، لذلك هذا بصورة وأخرى سينعكس على التحالف الثلاثي. يعني عندما تكون هناك نقاط التقاء بيننا وبين الحزب الديمقراطي في الفترة القادمة، أنا أعتقد في تلك الفترة، والسيد الصدر ربما دعا للمعارضة في تلك الفترة، ربما هو الإطار مع القوى الكردية مع أطراف من البيت السني هي من تشكل الحكومة، ويذهب الأخوة الصدرين إلى المعارضة. هذا خيار مطروح لو تحدثنا عن السيناريوهات، يعني هناك سيناريو حل البرلمان أو سيناريو التوافق، وهو أنا برأيي المناسب للمرحلة الحالية. أنا برأيي لو تحدثنا عن حكومة توافقية ناجحة هي بمشاركة الأخوة في الإطار التنسيقي والتيار. ولكن هناك سيناريو آخر سيدي ليس مستبعد أيضا، يعني طيب اسمح لي سيد هركي ان انتقل للاستاذ جمال الاسدي. استاذ جمال، لما يكون هكذا حلقات تبدا تضيق ومن ثم يتم احكامها حتى على المكون الواحد حسب البيت الكردي، لربما راح تكون تفاهمات، وايضا لاحظنا المستقلين قدم الاطار التنسيقي لهم مبادره بانهم يتولوا قضيه تشكيل حكومه، تيار صدر ايضا استمالهم باستمالات معينه، بالتالي اليوم حتى في خانه المستقلين بدات الانسحابات من امتداد وغيرها لأنه ذهبوا إلى تحالف ثلاثي، وكل هذه الحراكات داخل الكانتونات الحزبية راح تولد لنا شوية حراك ممكن يفك لنا الأزمة. عموما القوى السياسية اللي هي الآن موجودة في البرلمان هي كلها قوى كلاسيكية، يعني هي ماكو قوة جديدة مسيطرة على البرلمان، هي قوة انتجت جديدا، يعني كلها من 2005 موجودة إلى اليوم وكلها مشاركة بالحكومات، يعني ماكو قوة سياسية مشاركة بأي حكومة من الحكومات وتجي. هسه هذه القوى كلها رصدت ان هناك اخفاقات في العمل السابق جيد جدا، يعني هذه الاخفاقات ورصدها يجب ان نغير الحال الى وضع حال افضل. القوى الكرديه تفككها وصراعاتها ضعف للكرد، والقوى الشيعيه تفككها وصراعاتها هي ضعف للشيع، والقوى السنيه كذلك. اي مراقب منصف يقول توحد وقله هذه الخلافات بين هذه القوى هي قوى للعراق، يعني ما معقول اني اجي ابذل في اي مكون يصير هناك خلافات وهذا راح ينتج عندي مصدر قوه، لانه هذه كل مكون يعني كل قوه سياسيه ممثله لملايين الناس اللي موجودين بالشارع، وهذه ملايين الخلافات راح تنعكس على الشارع، وبالتالي راح يسبب لي ازمه جماهيريه شعبيه قبل ما تكون ازمه سياسيه تنعكس عليها، وبعد اضافه الى الامور التجاذبات الاخرى. موضوع الكرد حقيقه هو هناك كلام انه في زياره للسيد مسعود برزاني السليماني حسب ما يقال، وهناك ايضا مبادره تكون تحل بعض الازمه الكرديه، لكن هذا لا يتم اذا لم يكن للقوى الشيعيه الموجوده بالاطار والموجوده في التيار حل معين بيناتهم. اي شخص يحب هذا البلد ابدا مو في باله انه يكون هناك قوه شيعيه تذهب الى المعارضه، لانه بالتاكيد ستنعكس على الشارع، وبالتاكيد ستضعف الخدمات، بالتاكيد ستعرقل عمل الحكومه في اي طرف من الاطراف، سواء التيار الصدري خرج الى المعارضه سيكون بالتاكيد يعني يقف وقفه لعرقله بعض اعمال الحكومه، وبالعكس ايضا الاطار اذا ذهب الى المعارضه سيكون بالتاكيد مراقب ومعرقل لعمل الحكومه مع هذه التجاذبات الكثيره بين القوى السياسيه. لذلك نتامل احنا خلال هذا الشهر او الشهر ونص انه القوى السياسيه تذهب وتترك كل الامور والافكار اللي في داخلها، وعلى الاقل تاجلها او ترمي هذه الامور الى مستقبل قريب خلال 4 سنوات 8 سنوات قادمه حتى تحقق ما تريده من فكر سياسي هي تحققت. طيب
عفوا تبقى ضيفا كريما معي في الملف الاخر استاذ جمال الاسدي. في هذه الاثناء تقدم الشكر الجزيل للاستاذ احمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، انضممت معي من السليمانيه. شكرا جزيلا لحضرتك مره اخرى، ونتواصل معكم مشاهدي الاحبه في الملف الاخر نتابع. بحضور 270 نائبا، مجلس النواب يعقد جلسته لانهاء القراءه الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. 270 نائب حضروا جلسة البرلمان لإنهاء القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، إلا أنه وضع هذا المشروع على رأس جدول أعمال الجلسة. يشوف مراقبين للشأن السياسي والقانوني مخالفة واضحة للقوانين اللي نص عليها الدستور، كون المحكمة الاتحادية العليا كانت قد ذهبت باتجاه إلغاء هذا القانون، فيما ترى القوى السياسية المعترضة على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بأن هذا القانون راح يجعل أبواب الفساد مفتوحة على مصراعيها أمام الفساد المالي والإداري. إذن هذه التداعيات راح نناقش تفاصيلها مع الضيوف الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بحضور 270 نائبا، عقد مجلس النواب جلسته الثامنة من فصله التشريعي الأول، أنهى فيها المجلس تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وقراءة أولى لمسودة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أخرجته المحكمة الاتحادية من الباب، وهناك من أعاده لطاولة التشريع. فرغم قرار المحكمة العليا بإلغاء الأخير، أعاد المجلس مشروع القانون إلى جدول أعماله في تحد خطير لسلطة القضاء، فعمليات إنعاش القانون وتشريعه بمسارات أخرى ملتوية، هذا ما ذهبت إليه بعض القوى السياسية لإدراجه بهذا الشكل من خلال التهويل من حدة المخاطر المترتبة عن تأمين مخزونات الغذاء بخلاف عدم إقراره. القوى المعترضة على مشروع القانون ترى فيه أنه باب من أبواب الفساد، وأطاحت به مطرقة المحكمة لاحتوائه على جملة مخالفات قانونية ومحاولات لهدر المال العام بسبب الفقرات الملغمة التي تحتويها نصوصه. وما هذه المساعي البرلمانية التي تريد تمريره إلا صرف النظر عن تقديم الموازنة؟ محاولات الالتفاف بعكس مسار التشريع وتقديم القانون كمقترح داخل البرلمان ستصطدم بجدار المحكمة من جديد بحسب نواب، باعتبار أن القانون يحتوي على جنبة مالية، وأي قوانين من هذا النوع ليس من صلاحية المجلس تشريعها حسب قرار الاتحادية الأخير. فالمحكمة العليا ضبطت إيقاع العملية السياسية بقراراتها الأخيرة، لكن الدائرة الإعلامية للمجلس النيابي كانت منصتها على موعد من تصريحات خادشة لحسن الدولة الأخير، إذ شهدت المدة الأخيرة محاولات استحواذ وتطاول على مقررات القضاء، وتعد هذه من السوابق الخطرة بعد تجاوزها الخطوط الحمر. فالحكم القضائي البات أوقف هدر مبالغ مالية تقدر بثلاثين مليار دولار لم يوضح القانون آليات صرفها، وهذا ما لم يرق لأطراف سياسية بعينها ولم تكف مساعيها في تمرير قانون الأمن الغذائي المثير للجدل. علي حبيب، الأيام الفضائية. نعم، تمت الموافقة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد الترحاب بضيفي الكريم الخبير القانوني الأستاذ جمال أسدي. حياك الله أستاذ جمال، وكذلك أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو، انضم معنا الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. حياك الله دكتور صفوان. أهلا وسهلا دكتور صفوان. يعني برأيك ما هي الآثار الاقتصادية السلبية نتحدث عنها في هذا الجزء لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ الآثار السلبية بالتأكيد، يعني هذا القانون من عنوانه هو طارئ، بمعنى أنه يحاول أن يحل مشكلة قائمة
على مستوى الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لكن الدول حاليا تفكر باستراتيجية لعملية التصحيح، يعني أن يكون هناك تحقيق للأمن من الداخل بالاستثمارات الزراعية، بدعم البذور، الأسمدة، إحياء الزراعة في العراق هو الأساس في عملية تحقيق الأمن. لا تزال هناك يعني مشاكل ترتبط بالاستيراد. حاليا معظم دول العالم أوقفت التصدير، بمعنى أننا قد نشهد حالة من امتلاك الأموال لكننا لا نستطيع عملية الاستيراد. فعمليا التأخر في إرسال مثل هذا القانون أو المقترحات لتعديل التخصيصات المالية لبعض البنود ساهم في زيادة مستوى المخاطر، وبالتأكيد هو لا يمثل حل. الحل كان يفترض أن يكون هو تشريع قانون الموازنة لكي نحقق أهداف التنمية. العراق يحتاج إلى التنويع الاقتصادي بدون قانون دائمي، بدون استراتيجية، بالتأكيد سنواجه مخاطر قسم منها بدأت تظهر خاصة على مستوى التصحر. وبالتأكيد وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية عليها إعادة تأهيل نفسها لكي تواجه هذه المخاطر. حاليا معظم دول العالم تحاول تحقيق نوع من الخزين على مستوى جميع المواد الغذائية لكي تتفادى المجاعة. العراق طبعا تأخر في عملية مواجهة مثل هذه المؤشرات الخطرة. كان يفترض أن يكون هناك قانون للموازنة قبل أن يقوم البرلمان بحل نفسه من أجل طمأنة الاستهلاك أو طمأنة معدلات الاستهلاك المحلية على أن الأمن الغذائي متوفر. فبالتأكيد العراق سيخسر ما لا يقل عن 200 مليون دولار على مستوى المليون طن الواحدة نتيجة ارتفاع الأسعار. لربما هذا جزء يسير يعني من السلبيات اللي حضرتك استهدفت الحديث عنها. دعني في هذه الجزئية أيضا أنتقل أستاذ جمال أسد. أستاذ جمال، لما نتحدث عن موقف البرلمان خصوصا بعد أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها بإيقاف هذا الموضوع، حتى يجوز من باب آخر عدم صلاحية الحكومة، ولكن هل هو عدم صلاحية الحكومة أم أنها قصدت هذا القانون بأن لا يمرر؟ إصرار البرلمان على تمرير هكذا قانون كيف تنظر إليه؟ يعني خلينا نوضح الصورة يعني بشكل كامل. هو أصلا المحكمة الاتحادية ما ألغت قانون الأمن الغذائي، هي أوقفت، هي ثبتت أنه ما هي صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية اللي ليس من ضمنها تشريع القوانين، باعتبار أنه حكومة تصريف الأمور اليومية قدمت مشروع قانون اللي هو اسمه قانون الأمن الغذائي إلى البرلمان اللي البرلمان يقضع فيه. طبعا أكو أيضا بعض الأمور أو المغالطات الإعلامية صارت في هذا الموضوع أكثر. يعني مثلا المحكمة الاتحادية كان قرار تفسيري، يعني بناء على كتاب من رئيس الجمهورية قدم اعتراض مجموعة من النواب وهو قدم هذا القرار التفسيري. كل كلام يورد في مسألة زيادة الرواتب وتعيين العقود ومع تثبيتهم كان كلام غير صحيح، هو أصلا ما مورود في داخل هذا القانون هذا الشيء. كل موضوع مسألة زيادة الحصة التموينية أيضا هم مو صحيح، لأنه ما أصلا ما مذكور في أصلا القانون اللي تم إيقافه بالبرلمان. مسألة أنه الحكومة متوقفة عن الأعمال أيضا هم مو صحيح، لأنه قانون الإدارة المالية ثبت آليتها أنه تقسم واحد على 12 من السنة السابقة، ومسألة المشاريع الاستثمارية تستمر بالعمل على الذرعة. هذه خلي بس نثبت الواقع الحالي. العراق يحتاج إلى مسألة أمن غذائي بغض النظر عن المسميات. إيه نعم يحتاج إلى موضوع أمن غذائي، باعتبار أن الحنطة زادت أسعارها إلى أكثر من 100%، يعني كانت قبل سنة ونص تقريبا 350 دولار، اليوم صار 750 دولار عالمية الحنطة. مسألة الحرب في روسيا وأوكرانيا أثرت على سوق الغذاء؟ نعم أثرت. أثرت على الدول؟ نعم أثرت. العراق قادر على أنه يأمن الغذاء على الأقل الحنطة يأمنها لمدة السنة القادمة؟ لا، غير قادر، لأنه لحد الآن إحنا العراق تقريبا عنده خلينا نقول مليون طن حنطة، هي ما تأمن وفق التوزيع الآن الحالي للحنطة أكثر من. وهذا القانون راح يأمن هذا الموضوع؟ يفترض أن هو تقول إنه مثل تضخم الدولار وتفاعل أسعار تالي الماء صعد سعر النفط بقى التضخم نفسه. هسا راح أوضح لك فتح حالة. يفترض أنه أنا من أقول قانون الأمن الغذائي هو يروح ويذهب إلى الأمن الغذائي فقط ولا ينتقل إلى إجراءات الموازنة. يعني اليوم أنا قانون الأمن الغذائي اسما شكلا
اسمًا عفواً هو قانون أمن غذائي. يعني ما خلي بديل. موضوعًا لا هو مو قانون أمن غذائي، هو شبه قانون موازنة. نعم. بثلاث أوراق. يعني مقترح القانون اليوم يقدم البرلمان هو بثلاث أوراق، بالرغم المبالغ المرصودة بالقانون هي أكثر من 25 تريليون، يعني تقريبا 18 مليار دولار، وهذا شيء غريب انه اتعامل مع مبلغ 18 مليار دولار بورقتين او ثلاثة اوراق اتعامل وياها بسهوله. يعني هذا حقيقه يثير الحفيظه. كل الجهات السياسيه طبعا حريصه من وجهه نظرها اللي بالبرلمان قدمت هذا المقترح انه تريد تقدم فد خدمات معينه، لكن هذا ما يقدر انه ما يقدر اني يعني يخليني انه انا اشعر في هاجس عندي انه هذا القانون خلف بعض الامور اللي راح تخلي الحكومه تصريف الامور اليوميه تستمر الى مدى غير منظور، وانه بعض الامور راح يصير من عندها اشكالات كثيره على صرف هذه الاموال. لذلك انه اذا نقول احنا هذا القانون فحواه وموضوعه هو قانون موازنه عامه، إذا هذا من صلاحيات الحكومة ليس تصريف الأمور يوميا وإنما الحكومة الفعلية المصوت عليها أكثر. فعلى ابتداء على أعضاء مجلس النواب أن يذهبون إلى قانون للتأمين الغذائي، يعني من اسم وموضوع للتأمين الغذائي، وكذلك أيضا عليهم الذهاب بواجبهم الرئيسي اللي هو انتخاب رئيس الجمهورية ثم الانتقال لتكليف مرشح رئاسة الوزراء. يعني هذه الفكرة دكتور صفوان كيف تنظر إليها اللي يطرحها الأستاذ جمال الأسدي؟ بالنتيجة اليوم خلال متابعتك لمجريات جلسة اليوم والمضي بمشروع القراءة الأولى لهذا المشروع، كيف تنظر إلى مواقف الأطراف السياسية؟ هل هو المشروع أصبح بسمة سياسية بسمة حزبية، أم أن الأمن الغذائي أو التوصيف الآخر الذي وصفه الأستاذ جمال أسدي أنه يجب أن يكون معالجة آنية لاحتياجات مجتمعية فقط وليس في هذه الفضفاضية؟ طبعا يعني قرار المحكمة الاتحادية أشار بوضوح إلى ضرورة عدم استثمار تحقيق هذا الأمن لأغراض سياسية، وباعتقادي يعني الكل معني، كل الأطراف السياسية معنية بحماية مصالح الشعب من حيث الغذاء والدواء. يمكن يعني الدواء أهمل باعتبار أن هناك تخصيصات مالية مدرجة في 2021 على مستوى كورونا، مما أدى إلى تغطية عملية استيراد الدواء. وأيضا موضوع الطاقة، يعني أيضا موضوع الطاقة واستيراد الغاز والكهرباء من إيران، نتفاجأ بأن وزارة الكهرباء ليست لديها عقود بأسعار ثابتة لشراء الغاز والكهرباء، وحاليا إيران بالتأكيد ستقطع الإمدادات في حالة عدم تسوية المستحقات البالغة أكثر من مليار و700 مليون دولار. نعم. بمعنى أن وضع هذا المبلغ ضمن إطار الاختناقات على اعتبار أن التخصيصات المالية لسنة 2021 لا تكفي لتحقيق الأهداف البسيطة التي هي معالجة الأمور اليومية، بالتأكيد وضع هذا المبلغ لكي يساهم في زيادة مستوى استمرار إمدادات الطاقة الغاز والكهرباء، وتدريجيا من الممكن أن يكون هناك تحول. يعني العراق حاليا يمتلك موارد قد تقترب من 180 تريليون على مستوى 2022، غياب الموازنة غياب التماسك السياسي بالتأكيد ألقى بظلالة على المخاطر، كلما تأخرت تشكيل الحكومة كلما ارتفع مستوى الخطر. حاليا لدينا مستوى خطر على مستوى الغذاء وعلى مستوى الطاقة، قد تظهر ملفات أخرى خاصة. تتوقع دكتور صفوان هذا الموضوع راح يأثر على نقصد به مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، يأثر على سير العملية التجارية في بغداد في عموم العراق مستقبلا؟ نعم، يعني حاليا الحكومة لا تستطيع انفاق أكثر من 101 تريليون. نعم. على مستوى 1 إلى 12، في حين أن الإيرادات قد تقترب من 180 تريليون، بمعنى أن هناك تعطيل للمال العام، يعني 80 تريليون. البرلمان كان يفترض أن يطالب الحكومة برفع مستوى الإنفاق قبل أن تباشر الحكومة بطلب زيادة التخصيصات المالية تحت هذا العنوان، لأن هناك دينار يأتي إلى الخزينة ولا ينقل لا ينتقل إلى امتصاص الأيدي العاملة و تقليل مستوى الفقر وخلق تنويع اقتصادي. يعني الورقة البيضاء أشارت بوضوح إلى الانتقال إلى الهدف الثاني، كانت الحكومة لا تمتلك الأموال لتحقيق التنمية. وهذه المبالغ الضخمة التي يعبر عنها أستاذ جمال بأنها وضعت وفسرت في ثلاثة أوراق، بالتالي هذا الموضوع ما بريحة فساد إداري مالي تكبيل للأجيال القادمة إذا ما كان هنالك اقتراض أيضا؟
وهذا بالتأكيد ما ذهبت إليه اللجنة المالية والمشتركين في المناقشات. القانون يعني مرر يعني مقترح كان من الحكومة على عجالة، فالبرلمان طلب توضيحات والتقى بالوزراء المعنيين وديوان الرقابة المالية، يعني نعول على ديوان الرقابة المالية في التحري عن أين سيذهب هذا الدينار العراقي، خاصة على مستوى البترودولار وتنمية الأقاليم، لأن هناك مبلغ ما لا يقل عن 10 تريليون سيذهب إلى أكمال مشاريع على مستوى جميع محافظات العراق. فمن أجل أن لا تذهب هذه 10 تريليون كما ذهبت سابقاتها وتستثمر من قبل الفاسدين، علينا أن نتتبع حركة الأموال وأن نطمئن بأن هذا الدينار فعلا سيساهم في التخفيف عن كاهل العائلة العراقية. مع ذلك عدم إقرار الموازنة يعني ارتباك للوضع الاقتصادي وخلق مشاكل للحكومة القادمة. كان يفترض أن يكون لدينا استقرار سياسي ينعكس على الاستقرار الاقتصادي وينعكس على السياسة المالية، خاصة أن العراق حاليا يشهد فترة منطقة توازن، فبالإمكان استثمار هذه اللحظة في طمأنة المستثمرين، في إيجاد آلية جديدة للتعامل مع ملفات كبيرة لإعادة تأهيل الوزارات الاتحادية. العراق خرج من فترة داعش، نحن الآن في فترة الانتقال من تخفيف الآثار، وهذا بالتأكيد يتطلب وضع رؤية الحكومة الجديدة في البرنامج الاقتصادي الجديد. يعني المحكمة الاتحادية أستاذ جمال، يبدو أنه لما كانت هنالك مطالب بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية كان يراد إلها فقط المصادق على الانتخابات ونظم انتخابات مبكرة، أريد محكمة الصادق. ولكن في ظل ضعف هذه الأجزاء الثلاثة التشريعية والتنفيذية بجزئيها، المحكمة الاتحادية لو كان لها دور كبير جدا في الكثير من الملفات سياسية اجتماعية والآن اقتصادية، بالتالي لو رأت أن لا مصلحة للعراق في هذا الموضوع وتمريره في داخل البرلمان، هل ستقف في تفسير قانوني يعرقل تمرير هذا القانون برأيك استاذ جمال؟ يعني عموما خلي نوصف احنا القضاء شلون يعمل. القضاء خاصة بالعراق حتى القضاء الدستوري هو مو مثل بعض القضاء الدستوري بالعالم اللي تاخذ في جنبه السياسي. القضاء الدستوري بالعراق اللي هو متمثل بالمحكمة الاتحادية هو قضاء يذهب الى النصوص المكتوبة، كانت دستورية أو تشريعية أو نظم أو تعليمات أو قرارات موجودة، وعلى ضوء هذه النصوص المكتوبة يصدر قراراته. ما يصدر قرارات القضاء الاتحادي لرغبات سياسية، لا احنا ما نقول لا، رغم الضغوطات السياسية ولكن لم ينصاع والقرار للتوضيح لا نقول يعني مسيس لا أبدا. لا عفوا ما قلت أنا لا نقول القاعدة. هناك رغبات سياسية لسحب قرارات المحكمة الاتحادية لجانبها السياسي، هذا واقعا يختلف عن واجبات المحكمة الاتحادية. طيب. التي تصدر قراراتها وفق ما تراه من نصوص موجودة بالدستور ونصوص موجودة بالقوانين ونصوص موجودة بالتشريعات الأخرى. لذلك كل يعني يفترض من القوى السياسية كلها تدعم القضاء في استقلاليته في إصدار القرارات، لأنه هو الضامن الوحيد لاستقرار البلد. بدون وجود هذا القضاء، بدون استقرار واستقلالية هذا القضاء، سنذهب إلى المجهول. يعني هذا عمليا سنذهب إلى المجهول. في نص ما تفضلت به أنه هل المحكمة الاتحادية في موضوع قانون الأمن الطارئ سواء كان مقترح أو قانون ستتعمل معه، خلينا نقول في تترك الموضوع إذا كان مقترح وتطعن بالموضوع إذا كان مشروع. المحكمة الاتحادية في قرارها كانت واضحة يعني وصريحة أنه هذا المشروع القانون يجب أن يصدر من حكومة ذات صلاحيات كاملة وليست حكومة تصريف أمور يومية. اللجنة المالية أوجدت مخرج قانوني باعتبار أن مقترحات القانون التي تقدم إذا لم تعترض عليها، التي فيها جنبة مالية، إذا لم تعترض عليها الحكومة فتكون هذه المقترحات نافذة من الناحية المالية. وبالتالي المحكمة الاتحادية لو رأت ضرر للمصلحة الشعبية راح أوضحها هسه يجوز أيضا راح تجد مخرج قانوني. عرف دستوري في هذا الموضوع، يعني سابقا ما عندنا عرف دستوري أنه أحد اعترض على مقترح قانون والحكومة لم تعترض عليه. يعني مثلا مقترح قانون بجنبة مالية الحكومة لم تعترض عليه، حكومة تصريف الأمور اليومية لم تعترض عليه ويعتبر نافذا. هنا ما عدنا احنا في سنواتنا السابقة من 2006 إلى الآن عرض دستوري في هذا الموضوع. من الممكن جدا أن المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بعرفا دستوريا جديد تعتبر أن عدم اعتراض الحكومة أو اعتراضه وليس من صلاحياتها باعتبار أنه هي حكومة تصريف أمور يومية
وتوقف هذا ايضا القانون تعتبر انه هذا قانون غير دستوري باعتبار انه هذا مقترح قانون وفيه جنبه ماليه، ومن يبدي رايه في هذه الجنبه الماليه يجب ان تكون الحكومه كامله الصلاحيات وليس حكومه تصريف الامور اليوميه. ومن الممكن ايضا المحكمه الاتحاديه لا تبدي رايا في هذا الموضوع دفعا لهذه الازمه حتى تجد منفذ حل للقوى السياسيه في ثلاثه اشهر سته اشهر لحد نهايه السنه حتى يجدون. ممكن تحرك ايضا من داخل البرلمان، شو باسم خشان يداوم المحكمه اكثر من داوم البرلمان، ممكن ممكن يحركها من هنا وجوز يحصل فد امر قضائي. احنا ايضا في متابعه هذا الموضوع اجرينا استطلاع لاراء متابعي موقع قناه الايام الفضائيه، وسالناكم مشاهدي الاحبه بعد الجدل حول قانون الدعم الطارئ، هل تعتقد بأن أداء البرلمان الحالي راح يكون أسوأ من الدورات السابقة؟ 74% قالوا إذا كانت هذه المقدمات فإن النتائج تكون سيئة، 23% قالوا كلا راح يكون أداء جيد، و3% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ جمال أسدي الخبير القانوني أثرية الحوار في الملفين، شكرا جزيلا لحضرتك وحضورك معنا. والدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، شكرا جزيلا لتشريفك في الاستوديو والحديث في هذا الملف المهم. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.